معنا اتصال مع منتصر كيالي مؤسس مبادرة شهيق زفير من حلب. صباح الخير. صباح النور، يا أهلا وسهلا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبارية. تواصلنا مع حضرتك منذ بداية الحادثة والكارثة الإنسانية. عم تقوموا بمجهود كبير على الأرض فعليا، المبادرات الإنسانية والجمعيات الخيرية اللي عم تشتغل منذ الحدث إلى اليوم فعليا بتكبر القلب على الشغل اللي عم تقوموا فيه، جهود جبارة. خلينا نحكي عن مبادرتكم مستمرة. كنا عم نحكي أول أسبوعين عن ملف إغاثي، مساعدات فينا نقول إغاثية من أكل ومستلزمات أساسية. اليوم لوين رح تتطور هي المبادرة وكيف مكملين؟ بالبداية أول شيء صباح الخير للجميع والرحمة على الشهداء والضحايا اللي ضرروا بالزلزال. هلا محسن نقول إحنا الدعم النفسي متضررين بالزلزال جزء كبير مهم، لا يقل عن الدعم المادي أو إلى آخره. فإحنا اشتغلنا على موضوع الدعم النفسي، أكيد وبعد الزلزال في أحداث كبيرة، خلينا نقول إحنا دخلوا مساحات كبيرة بالأمان، مساحات مش مع الأطفال بيلعبوا عن مشاعرهم خلال اللعب والنقاش والرسم، فكنا موجودين بفترة من الفترات ولحد الآن مستمرين تماما. تمام. و عم نسمعك ايه عم نسمعك. اوكي تماما. شغلنا على المبادرة كثير حلوة من فترة ماشي اسبوع او اكثر من شيء تقريبا كم يوم، فاشتغلنا على المبادرة كثير حلوة، كانت بتيرسان عبد المقدسة. فكان موضوع اني كان في مجموعة اطفال في مركز اللواء، فكنا موجودين معهم احنا، فكانت مجموعة العاب، مجموعة فريق رسم، فريق دعم معنوي، فكنا موجودين. وكان الموضوع كان اخذ تحية كثير حلوة، لاني بتعرفي الناس كان عندهم خوف، عندهم فوبيا، فكنا كنا نحن عم نحاول نطلعوا من الموضوع بطريقة حلوة، وموضوع كثير اخذ صدى ايجابي، وان شاء الله مستمرين بمبادرات ثانية لحتى تطلعوا الناس من هالموضوع بالذات. لأني شغلي لأني بالأساس الخوف هو خوف على الجميع، مو بس خوف يعني على صحيح على الأطفال. فكنا شغالين والحمد لله مستمرين بأمور ثانية وطرق ثانية إذا الله رب. يا استاذ، بعد مرور ما يقارب 3 أسابيع على الكارثه اللي صارت، حاليا اكيد عم تتجهوا على انشطه جديده يلي عم تقوم فيها مؤسسه شهيق زفير، خبرنا عن هي الانشطه لوين متجهه حاليا؟ هلا اكيد نحن مستمرين بطرق ثانيه وجديده وامور حديثه نوعا ما. اكيد نحن اشتغلنا على موضوع كثير حلو، موضوع اطلاق سواره لخط الايد للاطفال او بايد مثلا الكباريه بالعمر. نحط مثلا الاسم، نحط رقم التواصل او زمره الدم. فحاليا عم نشتغل على الموضوع عشان نطبقه بعده مراكز وعده محلات، لاني لقلي الشغله للاسف في عندك لحد الان في عندك ناس ما له معروف وين موجودين هن اساسا. هذه الاسواره انا برايي الشخصي اني بتساعد كثير مشان يعني الناس يعرفوا مين مثلا وين موجود اولادهم او الى اخره. حتى طبقوها بكثير دول اوروبيه كان لها صدى ايجابي، فليش نحن ما نطبق عنا هون؟ نحن اكيد عندنا كادر وعندنا امكانيات وعندنا ناس عقول كثيره، فكثير اكيد رح تطبق بطريقه حلوه، بس بتعرفي بدها موافقات وبدها شويه امور نوعا ما حتى تكون. يعطيكم الف عافيه، واكيد نتمنى تتقدمكم جميع التسهيلات فعليا، لانه عم تقوموا بمبادرات فعليا انتم من قلب الحدث. يعني عم نحكي معك من حلب، انتم عشتوا الحادثه، كنتوا على تماس وتواصل معه، فانتم بتعرفوا كل التفاصيل. خلينا نحكي عن اهميه الدعم النفسي اليوم، الدعم الاجتماعي اللي عم تقوموا فيه من خلال هي المبادره. كثير من الناس خسرت عوائلها، في ناس يمكن نجا شخص من العائله، هذا فعليا بيحتاج لدعم نفسي طويل. الدعم النفسي اللي عم تشتغلوا عليه قديش مهم ولوين مكملين فيه؟ هلا انا بقول لك الدعم النفسي في اوقات صعبه اكيد موضوع جدا مهم، فراح اذكر لك حديث موجود على ستنا خديجه وقت جاي سيده محمد اللي عندها خايف وكان كثير كان مذعور، مش بس تفوت تقول له كله والله ما يجزيك الله ابدا، يعني الله ما بخيبك ابدا، وتبدا بتخفف عنه. فنحن لازم نخفف عن بعض، نحن لازم نخفف عن بعض، وكنا نحن مع بعضنا بطريقه صحيحه مضبوطه اكيد رح نوصل لشيء معين. انا برايي الشخصي لازم تكثر المبادرات، لازم تكثر فرق على الارض عشان موضوع الدعم النفسي. هلا بالبدايه نحن اشتغلنا على موضوع اغاثي، موضوع الاسعافي، موضوع توزيع حرامات، صحيح اغذيه الى اخره، اشتغلنا على موضوع سقف يحمينا،
ايواء بعض الهواء المضر في بيوت، ساعدنا بموضوع كثير. هلا حاليا نحن اهم شيء الناس اللي هن خايفين. هلا ما بخفي كيف صراحه، انا احد الناس اللي بفيق مثلا ساعه وقت الوع الوع التوقيت لهذا الكارثه المويه، بحس بالخوف، بحس بشيء معين، يعني انا احد الاشخاص اللي هذا الشيء عم بصير. فنحن عم نشتغل على الموضوع، ورح نكون نحن نكون اذا الله راد نطبق بطرق ايضاحيه مضبوطه، طرق صحيحه مضبوطه، حتى لازم نحن ندعم اطفال بالمدارس. انا برايي الشخصي الاطفال بالمدارس كثير مهمين، لان هن هدول يعني ما لهم ذنب هن بصراحه بيني وبينك. فيعني احد الاسئله اللي تعرضت لها بعض الاحيان، جارتي صغيره بنتها بتقول لها ماما ايش الزلزال؟ قالت لها ماما زلزال يعني شيء هيك هكذا. قالت طب الله بيحبنا؟ قال لها اكيد بيحبنا. فنحن لازم نشتغل على الموضوع، لازم نحن ندعم الاطفال، لازم نعمل شيء على الواقع. هالمبادرات هيكون فعاله وتعطي شيء حلو لهالناس، لاني جد نحن بنستاهل، نحن يعني فعلا بنستاهل نعمل شيء ببلدنا نحن. الله يقويكم يا رب. خبرنا اكثر عن الخطط المستقبليه المقترحه باللي بتتعلق بمواصله الاعمال الاغاثيه. هلا اكثر شيء خطط هي بصراحه يعني مقترحه بالنسبه لنا نحن موضوع الايواء، لاني في ناس كثير ضلوا من بيوتهم ما عندهم ايواء، ما عندهم مراكز يقعدوا فيها، حتى مراكز ايواء يعني اكيد يعني الله ما يعني يكتب على حدا، بس اكيد مركز ايواء كثير يعني هو اكيد مأمل في شيء معين، بس وقت تكون ببيتك في خصوصيه لإلك. فنحن عم نشتغل على موضوع الايواء، عم نشتغل على الموضوع ان يكونوا الناس مع بعضهم مكتملين، عم نسكر بعض الاحيان كل عائلتين مع بعضهم نفس البيت. اشتغلنا على موضوع كثير، يعني اشتغلنا على الموضوع هذا موضوع الايواء، فلازم نحن نركز عليه ونبلش نحن بطرق صح مضبوطه. لازم انا برايي يعني برايي الشخصي انا لازم يكون في مراكز خاصه لما بعد الزلزال. تمام، اعطينا الزلزال، اعطينا مرحله معينه نحن من اهل ترى شو بده يصير عندنا بعدين، لازم يكون في مراكز توعيه، مراكز دعم، مراكز في عندك شيء نوعا ما اغاثي، يعني مفروض شوي في عندك هالبروشورات او هالامور هي تكون واضحه مثل عادي، يعني كل الناس يعرفوا، يعني مثلا الزلزال صار اوكي، طب شو بدي اسوي بعد الزلزال؟ انا وين بدي اروح؟ وين بدي اجي؟ وين الى اخره؟ فهذا موضوع جدا جدا مهم وبياخذ وقت، فنحن عم نشتغل عليه بطريقه كثير حلوه، وان شاء الله اكون يا رب قد الحمل، لاني موضوع ألف عافية. الله يقويكم يا رب. أستاذ منتصر كيالي مؤسس مبادرة شهيق ظفير، نتشكرك، نتمنى تظافر هي الجهود، عم يكون في تشبيك مع جميع المبادرات والجمعيات الخيرية والمؤسسات ووزارة الشؤون أيضا، الانتقال لمرحلة ثانية وهي تأمين السكن. اليوم كثير مهم تأمين السكن لجميع المتضررين في المحافظات المنكوبة، في كثير أعمال خير عم يقوموا فيها جمعيات الخيرية، كثير من المغتربين السوريين عم يتواصلوا وللتبرع. أهم شيء تأمين السكن لاستمرار بالحياة، لترجع الناس لعملها، لترجع تستمر لشغلها. يعطيكم ألف عافية.